بعد توقف دام لثلاث سنوات بسبب حرب الميليشيات الإنقلابية، يعود الدوري الرياضي بتعز وإن ببطولة تنشيطية لعدد محدود من أندية المحافظة. بحث من مكتب شباب الرياضة بأن مثلا بالأستاذ أيمن المخلافي بضرورة إقامة بطولة تنشيطية تحت تسمية البطولة الوطنية. الإدارة الشابة للرياضة هنا تعمل جاهدة على إعادة النشاط الرياضي في أوساط الشباب والذي تضرر كثيرا بالحرب، حيث دمرت أغلب المنشآت الرياضية بفعل استخدامها ثكنات عسكرية من قبل الميليشيا. ما تزال المدينة ترزح تحت القصف والحصار، وهو ما حدا بالقائمين على البطولة إلى إقامتها في ريف المحافظة الذي يشهد وضعا أفضل مقارنة بحالة المدينة. البطولة الوطنية التنشيطية لأندية محافظة تعز برعاية كريمة من وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري. هذه البطولة تأتي بعد توقف لمدة ثلاث سنوات بسبب حرب ميليشيا الانقلاب. ثمانية أندية رياضية ستشارك بالبطولة بحسب القائمين، قسمت على مجموعتين بهدف إعادة النشاط الرياضي، وستتبعها بطولات أخرى في بقية الألعاب الرياضية التي كانت تقام في المحافظة في السنوات الماضية. هي رسالة أراد القائمون على البطولة إيصالها أكثر من كونها بطولة رياضية، رسالة مفادها أن تعز تقاوم بكل الطرق وليس بالبندقية فقط، وهذه البطولة إحدى هذه الوسائل. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.